بيمشي وراك ويراقبك. المحروس اخوك. هو اخويا فاضي عشان يراقبك؟ ده فتحي بقى حاجه كبيره قوي يا بنت. فهمي بقى، وانا بقول لك فتحي هو اللي ماشي ورايا؟ بعت واد من صبيانه يمشي ورايا اسمه مدبولي. هو فتحي عايز مننا ايه؟ ما يسيبونا في حالنا بقى، ما احنا سبنا لهم حالهم يشبعوا بيه. اديك انت قلتيها اهو، قلتيها حميده بعظمه لسانك، ورغم هم اللي اذوني. طب انا هقول لابويا اشوف الحكايه دي. حسك عينك يا حميده تجيب سيره لابوك. طب ما انا مش عارفه لزومه ايه اللي بيعملوه ده. خفيش، انا هتصرف. انت كده لا هتعرف تروح ولا تيجي يا برعي. مين اللي قالك الكلام ده؟ بعدين هحكي لك وهتضحكي ضحك. ليه؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه يا اختي؟ انا كل يوم بموت. ما تقولش كده يا حبيبي، انا موصي كل الناس اللي في السجن عليك. هيعملوا لي ايه يعني يا ورده؟ خرجوني يطلعوني تاني؟ ما تقلقش يا سالم، انا هكلمهم لك يخرجوك قبل المده بتاعتك. صدقيني يا اختي، انا خلاص مش قادر استحمل، انا حتى بفكر اهرب. اوعى تعمل كده يا سالم، انا في عرضك، انا خلاص ما عادش ليا حد في الدنيا غيرك يا سالم. خلاص يبقى تشوفي لي حل. طب ما ترسيني على حل يا مجدي، انا الواد مقطع في قلبي. انا مش عايز اقول لك مراتي حاله عامل ازاي، يصعب على الكافر. والحقيقه في حل، بس يعني هيكلفك كتير شويه. انت عارف الفلوس ما تفرقش معايا، انا المهم عندي الواد اخويا. انا خايفه بعدين الواد ينتحر ولا يعمل في روحه حاجه. خلاص سيبي لي الموضوع ده وانا هتصرف فيه. امتى يا مجدي؟ تستعجليش، امال يا قطه، كل شيء بأوانه.